السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي نرفع موديل ل3D ريبو؟ ده منصة بتقدر من خلالها تتبادل المودلز والنماذج زي ما شفنا مع بعض. اول حاجة بفتح المشروع اللي انا عايز ارفع عليه الموديل، وباجي هنا علامة زائد بقول له اد موديل، تمام، وببدأ اختار اليوزر واختار المشروع اللي انا هشتغل عليه، تمام، واسمي الموديل، او اسمي مثلا ام اي بي مثلا، تمام، الموديل كود لو في كود، الموديل نوع معماري انشائي جي اس اذر زي ما انت عايز، اليونت اللي انت هتشتغل عليها، الريفيجن، وبعد كده بقول له ابلود فايل. بيبدا يقول لي اختار الملف اللي انت عايز تحمله، بختار ملف اي اف سي، فانا هاجي هنا واقول له انا عايز الملفات اللي هي ابتداها اي اف سي، وليكن مثلا دوت، واقول له اوبن، تمام، واقول له سيف، هو بيعمل له ابلود اهوت. وبعد كده هتجيلي رسالة ان هو خلاص اتحمل، فاقدر اضغط عليه، مش اضغط عليه يعني ابقاس عليه، لأ، فهو بيبدأ يفتح لي الملف. يظهر معايا الموديل بالشكل دوت، تقدر تلفه زي ما انت عايز، تقدر تقول له شو قول، لو انت في حاجة عملت لها هايد تقدر تقيس زي ما انت عايز. تقدر تستخدم الموقع زي ما انت عايز،